مرحبا بكم من جديد على قناة تجارب دكتور في الرياضيات. اليوم عندنا حصة جديدة من سلسلة ديال دروس ديال الاناليز 1. وصلنا دابا للشابتر نيميرو 5. غادي نشوفو لي فونكسيون ايجيال. يقدر هاد الشابتر ما عندكش البروغرام ما كيديروش معاك البروف، ولكن راه مهم، راه داخل البروغرام، ماشي شي حاجة خارجة من البروغرام. تفقين دابا الاناليز 1 راه اون جينيرال فيه 4 ديال لي شابتر، فيه لي نومبر ريال هو شابتر 1، فيه لي سويت، فيه لي فونكسيون، فيه ديفلوبمون ليميتي. هادو هما لي شابتر اللي كاينين، ولكن كاينين شي حوايج اللي كيتجاوز من البروف ما كيديرهمش، ولكن راه مهمين وداخلين وغتلقاهم في ليكزامان وغتلقاهم في 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 هذا في تي دي. اذا هاد الشابتر هذا 5 غادي نديروه دابا، هو راه بسيط ولكن مهم جدا، بحال غنعتبره غير واحد الريجيمي، ريجيمي على دوك لي فونكسيون اللي كنعرفو ديال الغاسين انيام، ديال الطونجونت، لارك طونجونت، السينيس هيبربوليك، الكوسينيس هيبربوليك، الالان، ليكسبونونسييل، هذوك لي فونكسيون ايجيال اللي معروفين. غادي نديرو ليهم واحد الريجيمي، نجمعو عليهم جميع المعلومات اللي كنعرفو عليهم، لا مونوتوني ديالهم، الكونتينيتي، دومان دو ديفينيسيون، كاع داكشي اللي كنعرفو عليهم. غادي نحاولوا الريجيميو. اذا غنبداو باول فونكسيون اللي هي الفونكسيون بويسونس، يعني اكس بويسونس ان. فونكسيون بويسونس اي ديفيني سور ار، متفقين، ديفيني سور ار ا فالور دون ار. لا فونكسيون اف، هاد الفونكسيون هادي اكس بويسونس ان اي كونتيني اي ديريفابل سور ار، كتكون بير، كتكون فونكسيون بير الا كانت ان اي امبير اي بير، وكتكون امبير الا كانت في ان امبير. مثلا اكس او كاري كتكون بير لان دو را بير، اكس بوسون 3 را امبير، واضح هادي. دونك il suffit alors d'étudier f sur r plus. اشنو قلنا في الحصه الماضيه؟ الحصه الماضيه قلنا بلي الا كانت فونكسيون بير ولا امبير il suffit باش نيتيديوها باش نديرو لا ليتيد غير على r plus. اما ار مو غيكون عندنا سيميتريك ديالها، لان الا كانت فونكسيون، شنو قلنا على فونكسيون بير، كتكون سيميتريك بارابور ا لاكس او ايغريك، هذه بير. وبالنسبه للامبير، فونكسيون امبير كتكون سيميتريك بارابور ا او، وقلنا بلي ما كاينش سيميتريك بارابور ا او اكس. او اكس حيدا من بالك، فونكسيون سيميتريك بارابور ا لاكس دي زيكس ما يمكنش، متفقين، لان غيوليو عندك دي زيكس ما عندهم بليزيوغ ايماج، عندك جوج ديال لي زيماج ولا ثلاثه، ميمكنش تكون عندك فونكسيون كتعطيك ليماج ديال زيرو فيها جوج، ولا ليماج ديال واحد فيها داكوغ شي بوان عندها بليزيوغ ايماج. اي دونك هاد لا فونكسيون هادي دابا اكس بوسونس ان غتكون اما بير ولا امبير. اي دونك il suffit باش نيتيديوها في ار بلس. اي دونك غنديرو لها ليتيود دابا في ار بلس، وغادي نحاولوا في الاخر نرسموها، ولكن ما غاديش نقدروا نرسموا كل شيء، لان ان راه ابارتينا ان، راه ماشي عندنا فونكسيون وحده. دابا حنا راه كنهضروا على لي فونكسيون، ماشي فونكسيون وحده، لي فونكسيون اف ان دو اكس، يعني الفونكسيون اف دو اكس ايغال اكس، اف دو اكس ايغال اكس كاري، اف دو اكس ايغال اكس 3، اكس 4، اكس 5، ماشي كلهم عندهم نفس الكراف. الديريف ديالها هو ان اكس بوسونس ان موان زان. دابا حنا اكس غادي ناخذوها دون ار بلس، اي دونك اكس دابا بوزيتيف، يعني اف بريم دو اكس بوزيتيف، اي دونك لا فونكسيون ستريكتمون كروسونت سور ار بلس. Nous avons alors le tableau de variation. لاحظوا واحد القضية أن هذا ماشي ستريكتمون بوزيتيف، لأن R بلس فيها 0، R بلس راهي 0 بلس انفيني، 0 داخل. إذا ممكن هذه إذا كانت X تساوي 0 ممكن تكون تساوي 0، ولكن علاش قلنا ستريكتمون كروسونت؟ ديما كاين مشكل في هذا الشيء اللي كنديرو، ماشي مشكل في الكور ولا خصك تزيد تعمق شي شويه باش تعرف شنو خصك دير. بحال مثلا ملي كتكون عندك بحال هذه، مثلا فونكسيون اف بريم ممكن تساوي 0، اذا سوبيرو او ايغال 0، اذا الا كان سوبيرو او ايغال 0 ما كاينش انها ني با ستريكتمون كروسونت. تقدر تكون ستريكتمون كروسونت واخا او ايغال، باش تعرف انها ستريكتمون كروسونت ولا ماشي ستريكتمون كروسونت غادي تشوف هاد او ايغال هذه، هاد اف بريم فين كتساوي 0، اف بريم دو اكس الا درناها كتساوي 0، دونك اكس غتساوي 0، يعني غير الا كان اكس يساوي 0 فقط هي فين كتعطينا اف بريم دو اكس كتساوي 0. اي دونك عندنا بوان وحده اللي كتانولا فيها اف بريم، متفقين، بوان وحده. الا كانت غير بوان وحده ولا غير جوج ديال لي بوان ولا غير ثلاثه ديال لي بوان ولا غير ان نومبر فيني دو بوان، ماشي مشكل، راه الفونكسيون ستريكتمون كروسونت واخا عندك او ايغال. صافي فهمين؟ دونك يعني ستريكتمون كروسونت ماشي حتى تكون عندك فونكسيون اف بريم فعلا بوزيتيف ستريكتمون، ماشي دائما.
دونك ستريكتومون كروسون سيغ ار بليس نو زافون الوغ لو طابلو عندك اف بريم بوزيتيف في لاندرفال 0 بليس انفيني دونك كروسون ليماج ديال 0 هي 0 لا ليميت بليس انفيني بليس انفيني هادشي اللي عندنا دابا في ار بليس ولكن الا بغينا نزيدو نشوفو في ار موان راه غادي نلقاو سيميتريك ديال هادشي متفقين سيميتريك بور ان ابارتين ان ايطوال لا فونكسيون اف اي كونتيني ستريكتومون كروسون سيغ ار بليس دونك اي لي بيجيكتيف لان باش كنبينوا ان فونكسيون عندها فونكسيون ريسيبروك عقلتو درتو في الباك فونكسيون عندها فونكسيون ريسيبروك باش تبينها خاصك تبين انها كونتيني ستريكتومون مونوتون في واحد الانترفال ورد البال مع واحد القضيه في انترفال ماشي في مثلا في 0 1 اونيون 2 بلس انفيني في اونيون ديال دوز انترفال في اونيون ديال دوز انترفال واخا تكون عندك لا فونكسيون كونتينيو ستريكتومون مونوتون ما كاينش انها عندها فونكسيون ريسيبروك رد البال مع القضيه خص ضروري ار بلس عفوا ضروري انترفال بحال كا ار بلس مثلا راه انترفال بادي من 0 حتى البلس انفيني ولا مثلا من موان زان لدو ولا من 3 ل 4 ولا من واحد البوان لواحد البوان هذا هو انترفال كيكون كونفكس انترفال كونفكس دونك لي بيجيكتيف دو ار بلس فيغ ار بلس لان ليماج ديال ار بلس هي ار بلس سا فونكسيون ريسيبروك اف موان زان ابولي غاسين انيام كتعرفوا غاسين انيام هي فونكسيون ريسيبروك ديال اكس بوسونس ان اذا هي هادي غاسين انيام ديال اكس كتساوي اكس بوسونس ان سور ان هاد لا فونكسيون هادي اف موان زان حتى هي كونتيني وحتى هي ستريكتومون كروسونت لان عندنا واحد التيوريم كتقول لينا باللي الا كانت اف مونوطون حتى اف موان زان مونوطون وعندها نفس لا مونوطوني ديالها اف و اف موان زان عندهم نفس لا مونوطوني يعني اما كروسونت بجوج اما دي كروسونت بجوج وعندنا حاجه اخرى ثاني اذا كانت اف كونتيني حتى اف موان زان كونتيني اتفقنا دونك هاد اف موان زان غادي تكون كونتيني في ار بلس pour x supérieur à 0 de dérivé dérivé ديالها هو هذا dérivé ديال غاسين انيام ديال x هي كنديروا dérivé ديال x بوسونس 1 سور ان كنعتبروا بحال عندك اونتي كننزلوا هاد ان سور ان وكننقصوا واحد ونقدروا نكتبوها ثاني على داك الشكل كاين اللي حافظه بواحد الشكل اخر ديال واحد على ان غاسين انيام ديال x بوسونس ان موان زان هي نفس الشكل نفسها هي هذه ولكن واحد الملاحظه اللي بغيتكم هنا تلاحظوا ان الديريفي هنا لاحظ مزيان ملي درنا الديريفي هاد الديريفي هذه قلنا باللي غتكون بوزيتيف الا كان اكس بوزيتيف ولكن الا تخيل مثلا عندك ان موان زان هاد ان موان زان اللي فوق مثلا الا كانت بير ان موان زان كلها بير كل عدد زوجي يعني ان تكون امبير تكون ان امبير باش ان موان زان تكون بير متفقين على هذه ان خاصها تكون عدد فردي باش ان موان زان باش ملي نقصوا منها واحد تكون عدد زوجي افترض ان ان موان زان عدد زوجي اي دونك هاد اكس بوسونس ان موان زان دائما بوزيتيف بحال مثلا اكس او كاري اكس بوسونس 4 اكس بوسونس 6 اكس بوسونس 8 كلهم بوزيتيف ما غنتسوقوش ديك الساعه الاكس واش بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا تكون كما كانت اذا هنا بالنسبه لهذوك اللي عندهم اكس بوسونس ان افيك ان امبير 3 5 7 9 هادو راهم عندهم دي فونكسيون ريسيبروك سور ار كلها متفقين سور ار كلها لانهم دي فونكسيون كونتيني ستريكتومون مونوتون سور ار كامله ماشي غير في ار بلس رد البال مع هاد القضيه فكر فيها مزيان فاهمين اي دونك هاد الغاسين انيام هادي اللي قلنا فونكسيون ريسيبروك هادي اللي قلنا اكزيست راه الا كان ان كيساوي 3 ولا 5 ولا 7 ولا يعني يكون عدد فردي راه هاد الفونكسيون هادي اف موان زان دائما اكزيست اذا في الباك علاش كنتو كتقولوا انه خاص ضروري غاسين انيام ديال اكس خاص داك الاكس اللي يكون لداخل خاصو يكون بوزيتيف ممكن يكون نيجاتيف الا كان ان امبير بحال مثلا غاسين 3 ديال موان 8 راه هي موان 2 متفقين غاسين 3 ديال موان 8 هي موان 2 غاسين 3 ديال موان 64 مثلا 64 الغاسين 3 ديالو هو موان 4 لان موان 4 في موان 4 هي 16 في موان 4 حتى 64 ناقص 64 اي دونك واخا نيجاتيف عنده الغاسين 3 وعنده الغاسين 5 وعنده الغاسين 6 وعنده الغاسين 9 اذا رد البال مع هذه القضيه هذه وربما غادي نلقاوها هنا في الكور غادي ربما غيهضروا عليها لان في الباك كنا كنحاولوا انه تلامد من برستونش بهذه المسائل هذه كلها كناخذوا غير فونكسيون يعني كناخذوا غير ار بلس كنخدموا غير في ار بلس
وكيف ما هضرنا هنا انها غتكون بير ولا امبير دونك ماشي مشكل خدم غير في اير بلس وداك الشيء كله اللي غادي تشوفه في اير بلس من بعد غادي تستنتجو في اير موان لان قلنا بلي راهم سيميتريك متفقين. دابا نو زافون الوغ لي غراف ديال لي فونكسيون اف دو اكس بوسونس ان هما هادو مثلا هذه هي هذا غراف ديال واحد الفونكسيون اكس بوسونس ان واحد الفونكسيون يعني بوغ ان واحد بوغ ان سيغتان ان لان ان الا كان كبير كيبقى هذا الغراف غادي كيوسع الا كان فونكسيون الا كانت ان كبيره كانت صغيره كيبقى غادي كيقرب من لاكس دي زيغراغ. اذا هذا هو الغراف ديال ايغراغ ديال اكس بوسونس ان وهذا الاخر السيميتريك ديالو هو الغراف ديال غاسين انيام ديال اكس سيميتريك ديالو بارابور الاكس ايغراغ ايغال اكس. عندكم الدوخه في واحد القضيه انا من البدايه ديال الحصه انا كنقول سيميتريك 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 هذيك اللي كيكونوا بير و امبير كيكونوا هذيك الغراف هو مع راسو سيميتريك بارابور الاكس او ايغراغ ولا سيميتريك بارابور او غير فونكسيون بوحدها مع راسها النص ديالها سيميتريك مع النص الاخر. اما الى عندك فونكسيون مع فونكسيون ريسيبروك ديالها كيكونوا سيميتريك بارابور لاكس او بارابور لاكس ايغراغ ايغال اكس هذا كيتسمى لا بروميير بيسيكتريس تفهمنا. اذا ما تخلطش بهذه مع هذه في الاول فاش كنت كنهضر على بير و امبير الا كانت فونكسيون بير راه النص ديالها غادي ترسم هنا في هذه لا بارتي هذه اللي هنا يعني ادروات ديال لاكس او ايغراغ الا كانت بير غادي ترسم هنا والنص الاخر غادي ترسم اغوش وهاد النص الاول مع النص الثاني غادي يكونوا سيميتريك يعني غراف مقسوم على جوج ونص ديالو سيميتريك مع النص الاخر. اما هنا فونكسيون مع فونكسيون ريسيبروك ماشي النص نص الفونكسيون كامله سيميتريك ديالها هي فونكسيون كامله كامله دونك هادي رد معايا البال. رمارك لي غراف ديال اكس بوسونس ان وغاسين انيام ديال اكس سون سيميتريك بارابور ا لاكس ايغريك ايغال اكس سي توجور لو كا دي غراف ديال اف و اف موان زان دائما اف و اف موان زان لي غراف ديالهم راهم سيميتريك بارابور ا لاكس او لاكس ايغريك ايغال اكس. الا كان ان كيساوي واحد غاسين ان ديال اكس هو اكس عاديه غاسين دو ديال اكس هو اللي كنسميوه غاسين كاري وهاد او كاري هادي هاد دو هادي كنحيدوها كنكتبو غاسين اكس عادي كما كنعرفو قبل. اما غاسين تروازيام كيبقى غاسين تروازيام وكنكتبو كنسميوه غاسين كوبيك ديال اكس. ليكواسيون رد البال مع هاد القضيه هنا اكس بوسونس ان الا كانت كتساوي ا افيك ا بوزيتيف دوني هاد ال ا هادي يكون معروف هاد ليكواسيون اكس بوسونس ان ايكال ا شحال عندها من سوليسيون ادمي اون اونيك سوليسيون دون ار بلس كي هي غاسين انيام ديال ا ولكن راه عندها واحد زعما الا كان عفوا هنا الان ما هضروش على واش بير ولا امبير اون جينيرال هاد ليكواسيون اكس بوسونس ان الا كان ا ايغال ا الا كان ا بوزيتيف الا كان ا بوزيتيف هاد ليكواسيون هادي عندها اونيك سوليسيون في ار بلس ولكن الا كانت ان بير بحال اكس او كاري اكس بوسونس 4 اكس بوسونس 6 هذا كتساوي شي عدد بوزيتيف هنا ليكواسيون عندها دو سوليسيون عندها غاسين انيام ديال ا وموان غاسين انيام ديال ا ولكن الا كانت اكس بوسونس 3 مثلا عندها غير سوليسيون وحده. لو سامبول غاسين انيام ديال ا ريبريزونت ان نومبر غيال بوزيتيف اي ناد سونس كو سي ان ابارتين ان ايطوال اي ا ابارتين ار بلس ولكن هنا ربما الشيء اللي كنت كنقول هو هذا سي ان ابارتين ان ايطوال امبير الا كانت امبير لا فونكسيون هاد اكس بوسونس ان اي كونتيني ستريكتومون كروسونت سور ار كامله هاد الشيء اللي كنت كنهضر عليه هاد اكس بوسونس ان غتكون ستريكتومون كروسونت في ار كامله دونك بيجيكتيف دو ار دون ار ما بقيناش خدامين غير في ار بلس sa fonction réciproque f moins 1 est une bijection de R dans R. Donc l'équation x puissance n égale a ou r dans R. رد البال مع البال a dans R يعني يكون بوزيتيف ولا يكون نيجاتيف كما كان. الا كان هاد x puissance n égale a هادي بوسيد دي سوليسيون نيجاتيف سي ان لي امبير. فاهمين؟ دونك واخا
كيفاش نتفاداو دابا هذا المشكل هذا وما ندخلوش الغاز هذاك الموان داخل الغاسين؟ الا عندك مثلا x بوسونس 3 ايغال موان 8 مثلا، بغيتي تحل هذه ليكواسيون شنو غدير؟ غدير x ايغال موان غاسين 3 دير 8 بحال هكا، كتب موان غاسين 3 دير 8، هذه اللي غادي دير داكو. هادشي اللي كنعرفو على الغاسين انيام وديال وعلى الفونكسيون x بوسونس n. دابا غندوزو للفونكسيون لوغاريتم نيبيريا. الفونكسيون لوغاريتم نيبيريا هي الان اللي كنعرفو، ولكن كاين لوغ دو باز ا، كاين لوغ اللي عنده واحد لا باز. غادي نبداو بعدا بالان. اون ابيل فونكسيون لوغاريتم نيبيريا لا فونكسيون ديفيني سور 0 بلس لانفيني ا فالور دون ار نوتي ln. الديريفي ديالها هو 1 على اكس والان ديال 1 تساوي 0. دونك elle est définie par la fonction primitive. Alors, quelle est la fonction primitive? مثلا هاد واحد على x، واحد على x شنو هي primitive ديالها؟ هي ln دو x، صافرين؟ لان القصه منين بدات؟ بدات من فاش بغينا نحسبوا لي فونكسيون بريميتيف ديال دي فونكسيون ايزيال. خدينا x بوسونس 2، x بوسونس 3، x بوسونس 4، وكنحاولوا نحسبوا ليهم لي فونكسيون بريميتيف ديالهم. x بوسونس 2 بريميتيف ديالها هي 1 على 3 x بوسونس 3، بحال هذيك 2 كنزيدوا عليها 1، x 1 على x بوسونس 1 على 3 فوا x بوسونس 3. x بوسونس 4 البريميتيف ديالها هي 1 سور 5 x بوسونس 5، كنزيد واحد حتى الا كانت نيجاتيف. x بوسونس موان 2، x بوسونس موان 2 اللي هي 1 على x كاري. الا عندك 1 على x كاري غترجعها x بوسونس موان 2. هاد x بوسونس موان 2 البريميتيف ديالها هي 1 على موان 2 بلس 1 اللي هي موان 1، دونك 1 سور موان 1 فوا x بوسونس موان 2 بلس 1 اللي هي x بوسونس موان 1 اللي هي كلها موان 1 سور x. هذه هي الفونكسيون ريسيبروك، عفوا هذه هي الفونكسيون ريسيبروك ديال x بوسونس موان 2 اللي هي 1 سور x كاري. الفونكسيون ريسيبروك ديالها هي موان 1 سور x، ولكن خذ x بوسونس موان 1، x بوسونس موان 1 اللي هي 1 على x، هي هاد الفونكسيون اللي كنسولكم عليها دابا، هي 1 على x، هي x بوسونس موان 1. شنو هي بريميتيف ديالها الا تبعنا نفس القاعده اللي لاحظنا؟ كنزيدوا 1 وهذا غادي نديروا 1 سور موان 1 بلس 1، موان 1 بلس 1 هي 0، غتولي عندنا 1 سور 0. اذا من الاول مشكله، عاد غادي نكملوا x بوسونس موان 1 بلس 1، x بوسونس موان 1 بلس 1 هي x بوسونس 0. x بوسونس 0 غنشوف واش x بوزيتيف نيجاتيف، نفترض انها ديفيرونس 0 دونك راهي 1، ولكن عندنا 0 في المقام دونك صافي القاعده ما بقات صحيحه، تبلوكات القاعده هنا. اذا ملي تبلوكات ما عرفناش حنا هاد الفونكسيون ln، عفوا هاد الفونكسيون بريميتيف ديال 1 على x كيفاش دايره؟ ما عرفناهاش. اذا سميناها ln، متفقين؟ سميناها ln دو x. الديريفي ديالها هي 1 على x، ولكن راه لي فونكسيون بريميتيف ما كتكونش وحده، متفقين؟ راه غير دابا لان كنزرب كنهضر بحال ما كنقول لكم داكشي اللي ما كنحكرش مزيان على الحاجه، ولكن راه اللي جينا نهضروا على فونكسيون بريميتيف ما خصناش نقولوا لا فونكسيون بريميتيف، كنقولوا غير اون فونكسيون بريميتيف. اون فونكسيون بريميتيف لان كاين انفيني ديال لي فونكسيون بريميتيف داكوغ. فين ما تلقى شي وحده زيدها كونستانت صافي راك لقيتي وحده اخرى، زيدها 1 زيدها 2 زيدها 3 زيد 4 زيد 4 زيد اي كونستانت راك لقيتي دي فونكسيون وحدين اخرين اللي كلهم بريميتيف ديال نفس الفونكسيون اللي عندك. اذا هاد الفونكسيون هاد ln دو x هي وحده من لي فونكسيون بريميتيف ديال 1 على x، ولكن اللي كتفيريفي واحد الشرط، كتفيريفي لك ln ديال 1 كتساوي 0، متفقين؟ هما كاينين انفيني ديال لي فونكسيون، ولكن حنا اختارينا وحده اللي ln ديال اللي ليماج ديال 1 تعطيك 0. وكاين شي وحدين كيقول لك مونطري بلي بي لي علاش ln ديال 1 تساوي 0، حنا خدينا هذيك الفونكسيون لي ليماج ديال 1 تعطيك 0 بار كونستريكسيون، متفقين؟ بار كونستريكسيون ولا بار كونفونسيون، فاهمين؟ دونك الان هو هذا وهادشي معروف عندكم، ولكن لي بروبريتي دابا لي بروبريتي نحاولوا نفهموا منين جاوا. لا فونكسيون ln فيريفي لي بروبريتي سويفونت بور تو اي او بي ستريكتومون بوزيتيف. ln ديال ا بي هي ln دو ا بلس ln دو بي، ln ديال ا موان سور بي هي ln دو ا موان ln دو بي، ln ديال ا بوسونس ار ايغال ار ln دو ا افيك ار ابارتينا كي،
اذا كيفاش غنبينوها؟ غادي هذيك ا و بي، شو معي مزيان، هاد ا و بي وحده فيهم غنفيكسيوها، داك هاد ا غادي نفيكسيوها، وهذيك بي غادي نفاريوها، يعني بي غادي نحطوها هي اكس. دونك اف دو اكس كتساوي ln، غنوضعوا فونكسيون اف دو اكس كتساوي ln دو ا اكس موان ln دو اكس موان ln دو ا. لاحظوا هنا مزيان، راه بحال درنا هذا الشيء، هاد ln دو ا بي ايغال ln دو ا بلس ln دو بي، كلشي حولناه للطرف الاول، ولكن بي وضعناه كتساوي اكس فاريناها. دونك لاحظ معايا مزيان، الا كان اكس بوزيتيف، دابا اكس هو اللي كيلعب الدور ديال بي، حنا غادي نشوفوا كيفاش غادي نرجعوه بي. اون اف بريم دو اكس كتساوي ديريفي ديال هادشي كامل، هو ا فوا ديريفي ديال ال ان، ديريفي ديال ال ان في البوان ا اكس. اي دونك هي ا فوا 1 سور ا اكس موان 1 سور اكس. الى حسبنا هادشي كله شحال كيساوي؟ كيساوي 0، متفقين كيساوي 0. اي دونك اف اكين كونستانت، اذا بما انها كتساوي 0 الديريفي ديال الفونكسيون كتساوي 0، دونك اف دو اكس كونستانت، دونك هادي راه كتساوي كونستانت. الا كانت كتساوي كونستانت يعني راه اف دو اكس كتساوي شي عدد كالكو سوا اكس، فاهمين؟ اف دو اكس كتساوي شي عدد كالكو سوا اكس. دونك حنا عندنا اف دو ان كتساوي 0، متفقين؟ اف دو ان الا عوضنا اكس بواحد، ال ان دو ا موان ال ان دو دو ان موان ال ان دو ا غتعطيك زيرو، لان ال ان دو ان هي زيرو، ال ان دو ا مع ال ان دو ا تختزل. دونك اف دو ان كتعطيك زيرو، اي دونك لا كونست دابا اف دو اكس كتساوي كونستانت، دونك لا كونستانت هي زيرو. علاش؟ لان اف دو اكس كتساوي كونستانت كالكو سوا اكس، اي دونك اي اكس عوضتيها غادي تعطيك نفس العدد. عوضنا اكس بواحد عطاتنا زيرو، اي دونك اي اكس عوضنا غادي تعطينا زيرو. اي دونك نعوضو دابا ببي، دونك اف دو اكس كتساوي زيرو كالكو سوا اكس دون سوبيريور زيرو، اون بارتيكولي بوغ اكس ايكال بي. On obtient شحال f de b، f de b هي ln دو ا ب موان ln دو ب موان ln دو ا، وشحال كيساوي هادشي كله؟ كيساوي زيرو، لأن قلنا فونكسيون كونستانت كتساوي زيرو. إي دونك اون لو ريزولتا. دابا هادشي هذا هاد الفورمي اللي بينا غادي نستعملو باش نبينو الثانية، ln ديال ا سيغ بي بغينا نبينوها كتساوي ln دو ا موان ln دو بي. هاد ln دو ا سيغ بي راه هي ln ديال ا بلس ln ديال ان سيغ بي، واضحة هادي؟ لان ا على بي هي ا فوا ان سور بي. دوطخ باغ اون واحد، شنو كيساوي واحد؟ هو بي بلس بي فوا ان سور بي. اي دونك ال ان ديال واحد كيساوي ال ان ديال بي بلس ال ان ديال واحد على بي، يعني ان وشحال ال ان ديال واحد؟ هو زيرو، يعني ان ال ان ديال واحد على بي هي موان ال ان دو بي. دونك ال ان ديال واحد على بي هي موان ال ان دو بي. غادي نعوضوها هنا، غتكون عندك ال ان ديال ا على بي كتساوي ال ان دو ا موان ال ان دو بي. بالنسبة الثالثة ديال x بوسونس r، سيبوزون كو r ابارتينا ان ايطوال، نفترض حتى لان باغي نبينو حنا هاد البروبريتي، باغي نبينو ان ln ديال ا بوسونس r هادي كتساوي r ln دو ا كيلكو سوا r ابارتينا q. حنا في البداية غادي نسيبوزيو بلي r ابارتينا ان ايطوال، بعدا الا كانت r ابارتينا ان ايطوال ا او كاري كتساوي ا فوا ا مثلا. دونك دابخي ان ال ان ديال ا او كاري هي ال ان ديال ا فوا ا، هي ال ان ديال ا زائد ال ان ديال ا، هي جوج ال ان دو ا. اذا فعلا دوه نزلات بالنسبه لدوه. بالنسبه لتخوا ثاني كاتخ سان كلشي بحال ا بوسونس ار هي ا فوا ا فوا ا فوا ا، شحال من مره؟ ار مره، داكوغ ار فوا. اي دونك ال ان ديال ا بوسونس ار هي ال ان ديال ا فوا ا فوا ا فوا ا فوا ا. غادي نفرقوا ديك ال ان، غتولي ال ان دو ا بلس ال ان دو ا بلس ال ان دو ا، واضح هادشي هذا. دونك كيساوي المجموع كلشي ار ال ان دو ا، فاهمين؟ ولكن ما بيناش دابا، حنا مازال ما سالناش، لان ار افترضنا انها ابارتينا ان ايطوال. ولكن الا كانت ار دونك كي كانت مكتوبه على شكل ا على بي، ماشي نفس الاو بي اللي عندنا هنا، مكتوبه على شكل ان على ام، يعني كسر. اذا شنو غادي نديرو في هذه الحاله؟ دو ميم اون سيكو ال ا شنو كتساوي؟ هي الغاسين، ركز معايا مزيان، هي الغاسين ار يام ديال ا بوسونس ار، هذه معروفه ار مع ار كتختزل. دونك ال ان ديال ا كتساوي ار ال ان ديال الغاسين دو ا، غاسين ار يام ديال ا. اي دونك ال ان ديال الغاسين دوغدغ ار ديال ا هي واحد على ار ال ان دو ا، صافي نعقل هذه مزيان. دابا غادي ناخذ بي و كي ابارتينا ان ايطوال، وغادي نشوفوا
الان ديال بي سيركي. اشنو هي الان ديال غاسين كي ام ديال ابوسونس بي. غنطبقوا هاد الفورمول هي ان سيركي الان ديال ابوسونس بي. غنطبقوا ثاني هاد الفورمول هي بي سيركي الان دو. هادشي اللي باغي نبينو داكوغ. هادشي اللي باغي نبينو هادشي الا كان بي او كي بوزيتيف. ولكن الا كانوا نيجاتيف غادي يتقلبوا غادي تولي عندك موان. صافي ماشي شي حاجه اللي صعيبه فاهمين. دونك هادشي اللي عندنا هنا. دابا ليتيود ديال فونكسيون الان. الفونكسيون الان عندها دي ليميت معروفين. غنجيبوهم منين؟ غنجيبوهم من لي بروبريتي ديال الفونكسيون بريميتيف. فاهمين لي فونكسيون بريميتيف. شنو هي الان؟ دابا الديريفي ديالها هي واحد على اكس. و اكس حنا كنخدموا به في الان ستريكتومون بوزيتيف. اذا الديريفي ديال الان غادي يكون ان سير اكس ستريكتومون بوزيتيف. دونك الان سي اون فونكسيون ستريكتومون كروسونت. متفقين؟ اي دونك او ليميت ديال ln دو اكس لوغسكو اكس طون فير بلس انفيني هي بلس انفيني. داكوغ. دونك هادشي هذا راه بسيط جدا. هذا الشيء اللي كنا كنهضروا عليه دابا هو نفسه واضح. هادشي هذا بسيط. ليميت ديال ln دو اكس في زيرو بلس هي مول انفيني. عقل مزيان على لي فورم لي ليميت ايجيال لان غتبقى تخدم بهم في تي دي. غتبقى تخدم بهم ليميت في بلس لانفيني ديال ال ان دو اكس هي بلس لانفيني. ليميت ديال ال ان دو اكس في زيرو بلس هي موان لانفيني. ليميت ديال حنا نشوفو تاني لي ليميت الاخرين باقيين غيجيو. بروبريتي لا فونكسيون ال ان اي كونتيني او ديريفابل سيغ ستريكتومون كروسونت. علاش كونتيني؟ لانها فونكسيون بريميتيف. فونكسيون بريميتيف كتكون ديريفابل. متفقين؟ فونكسيون بريميتيف كتكون ديريفابل لان بما ان فونكسيون بريميتيف يعني الديريفي ديالها كتساوي شي حاجه. اي دونك ديريفابل عندها الديريفي. اي دونك بما انها ديريفابل راه كونتيني لان ديريفابل امبليك كونتيني. اي دونك كونتيني اي ديريفابل استريكتومون كروسونت لان الديريفي ديالها بوزيتيف سيغ 0 بلس انفيني. وليماج ديال 0 بلس انفيني كما قلنا دابا هو موال انفيني بلس انفيني لان 0 بلس كيعطيك موال انفيني وفي بلس انفيني كتعطيك بلس انفيني. دونك هادي هي البروبريتي. طابلو فارياسيون ديالها 0 بلس لانفيني. هنا 0 كنديروا هاد جوج خطوط لانها ني با ديفيني فيه. موان لانفيني بلس لانفيني. وهنا واحد كيعطيك ليماج ديالو 0. اتفقنا. دونك ليماج ديال الواحد هنا هو 0. يعني لا فونكسيون ال ان راها واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. رد مع البال واحد القضيه. عندكم واحد المشكل في مع اكس مع اكس و ال ان دو اكس و اكس مع اكسبونونسيال دو اكس. راه الاكس دابا ديال الان الاكس ستريكتومون بوزيتيف ولكن الان دو اكس ماشي ستريكتومون بوزيتيف. الان دو اكس تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف على حسب اكس. اكس دابا الا كان في الانترفال 0 1 شوف الفونكسيون الان طالعه من موال انفيني حتى لزيرو. اي دونك هنا راه كانت نيجاتيف لان جاي طالعه من موال انفيني كانت نيجاتيف ووصلت عند زيرو. اي دونك هنا في هاد لابارتي اللي هنا راه نيجاتيف. يعني في الانترفال 0 1 لا فونكسيون الان هي نيجاتيف ولكن في الانترفال 1 بلس لانفيني طالعه من 0 جوسكا بلس لانفيني. اي دونك لا فونكسيون ال ان اي بوزيتيف في الانترفال 1 بلس لانفيني. فاهمين؟ يعني راها كتكون مره هي دائما كواسونت ولكن ما كاينش انها بوزيتيف. هذا راه مشكل اخر ثاني عندكم لان كنخدم مع شي وحدين طلبه في لي فيستي في حتى في لافاك اونلاين ولكن كيخدموا دابا كيكونوا شي وحدين مثلا لي موين اما لي صراحه لي مزيانين ما كيديروش هاد الاخطاء. كيخلطوا ما بين بوزيتيف وما بين كروسونت. فونكسيون بوزيتيف فونكسيون كروسونت ما كاينش انها بوزيتيف. تقدر تكون كروسونت هي جايه من موال انفيني بحال هادي نيت هي جايه من موال انفيني ولكن كروسونت. متفقين؟ رمارك لا فونكسيون ال ان اتين بيجيكسيون من 0 بلس انفيني فيغ ار. الوغ ايل اكزيست دونك ان يونيك نومبر ريال اه لان شنو هي بيجيكتيف؟ يعني اي اليمون في ار عنده اونتيسيدون. متفقين؟ اي اليمون في ار عنده اونتيسيدون يونيك. بما ان هذاك الاه اه كيساوي واحد العدد جوج فاصله تقريبا 71. اي عدد كما كان اي عدد راه عنده اونتيسيدون. عفوا ماشي اه هو اللي غادي ناخذوا ليه لونتيسيدون ديالو. الواحد هو اللي غادي ناخذوا ليه لونتيسيدون ديالو. بما ان اه كاين في ار دونك عنده اونتيسيدون. يعني كاين واحد لو نومبر اللي الالان ديالو يساوي واحد. اشنو هو هاد لو نومبر؟ هو واحد الاه.
واحد العدد غنسميوه بحال بي مثلا، بي كيفاش لقاو العلماء، كانوا كيحاولوا يحسبوا البيريمتر ديال واحد واحد دغوات عفوا واحد سيركل دو ديامتر اه، كانوا كيحاولوا يحسبوا هاد البيريمتر ديالها شحال، كيلقاو 3 شي كدا و 14 وشي حاجه بحال هكا، كيحاولوا يحسبوها ما لقاوش مضبوطه، سموها بي. حتى هنا فاش كنجيو نحاولوا نحسبوا نلقاو السوليسيون ديال ليكواسيون ln دو اكس ايغال 1 ما كنلقاوش بالضبط، كنلقاو 2.71 كدا، فهمتوا؟ اذا ما عندناش بالضبط شحال كتساوي. اذا عقلنا ln ديال اه كتساوي 1. دابا لي ليميت الاخرين، ليميت ديال ln دو 1 بلس اكس سير اكس كتساوي 1 الا كان اكس يساوي 0. اكتب هادو، هاد خمسه ديال لي ليميت اكتبهم، جوج ديال لي ليميت الاولين، ليميت ديال ln دو اكس بلس انفيني كتعطيك بلس انفيني، ليميت ديال ln دو اكس في 0 بلس كتعطيك موان انفيني، وهاد ليميت هادي الثالثه ليميت ديال ln دو 1 بلس اكس سير اكس اكس تونفير 0 تعطيك 1. وهادي تقدر تلقاها بطريقه اخرى، تقدر تلقاها ليميت ديال ln دو اكس ln دو اكس بوحدها موان زان عفوا ln دو اكس بوحدها فوق في البسط، في البسط عندك ln دو اكس ولتحت كاين اكس موان زان اكس تونفير 1 غتكون تعطيك ثاني، غتعطيك ثاني 1 بحال ملي باش ندوزو من هذه ليميت الاخرى غنديرو شونج مود فاريابل، غنوضعو 1 بلس اكس ايغال واحد ايغراغ ولا ليميت الاخرى الكاتريام ليميت هي ليميت ديال ln دو اكس سير اكس اكس تونفير بلس انفيني كتعطيك 0، ليميت ديال اكس ln دو اكس اكس تونفير 0 بلس كتعطيك 0. اذا اعقل لهادو هنا اكس بلس اكس ln دو اكس واخا يكون اكس بوسونس ار بحال ماشي مشكل غطيك 0. حتى هنا ln دو اكس سير اكس بوسونس ار افيك ار بارتينا كي حتى هي كتعطيك 0. اعقل لهادو مزيان، نديرو ليهم بروف باش نعرفو باش نعقلو مزيان على هادشي اللي هاد لي ليميت ايزيال، لان بزاف كيتلفو ليهم هاد لي ليميت ايزيال. باش تعقل ليهم مزيان ديمونطريهم، ديمونطريهم عرفهم منين جاو، واخا ما تفهمش ربما الديمونستراسيون 100% ولكن غير شوفها، غير حاول انك تفهم غير دي زيتاب فيها باش شويه تعقل على 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 ليميت ملي كتجي. راه كاين كيفاش تعقل ليها من الكغاف، ملي غنوصلوا للكغاف غنعطيكم كيفاش تعقلوا على لي ليميت ايزيال من الكغاف. اذا لا بروميير ليميت ني اوتر كو لا ديريفي ديال ln ديال 1 بلس اكس اون 0، لان هذه لاحظ مزيان هاد الفونكسيون ln ديال 1 بلس اكس راه حنا درنا f دو اكس بحال هي ديال f دو اكس موان f دو 0 سور اكس موان 0. لا ليميت ديال f دو اكس موان f دو 0 سور اكس موان 0 شنو كتساوي؟ كتساوي f بريم دو 0. اذا غادي نحسبوا هاد f بريم دو 0 شحال الديريفي ديال ln دو 1 بلس اكس، الديريفي ديالها هي 1 على 1 زائد اكس، عوض ب 0 عطاك 1، هادشي علاش 1، متفقين؟ بالنسبه للثانيه اون ابليك الريغل دو لوبيتال، واخا كاين كيفاش نتفاداو الريغل دو لوبيتال ولكن نتبعو في هذا الكورس شنو كيديروا الريغل دو لوبيتال. بالنسبه للثانيه غنديروا الديريفي ديال البسط على الديريفي ديال المقام، حنا درنا الريغل دو لوبيتال شفنا كيفاش دايره. هذه غتعطيك 1 على اكس وهاد اكس بريم غتعطيك 1 في بلس لانفيني غتعطيك 0. بالنسبه للثالثه اون بوز اي اكس تساوي 1 على اكس، وملي غادي نديروا هاد اكس ln دو اكس غترجع لنا ln دو اي سور اي، وإذا كانت x تونفير 0 بلس اي غادا تكون تونفير بلس لانفيني، اي دونك غادي نابليكيو هاد لا ليميت الثانية، هاد لا ليميت الثانية ابليكا إل سيفي تابليكي ده داكوغ. هادشي واضح، ولكن حاول أنك تعقل منين جاو هادو، حاول تعقل على كل وحدة منين جات، ولا تشوفهم من الكغاف، هي من الأحسن تشوفهم من الكغاف باش تبقى كل مرة تفكر الكغاف كيفاش داير وتلقى لا ليميت شحال. اون شحال الديريفي الثانيه؟ الديريفي الاولى ديال الالان هي 1 على اكس، الديريفي الثانيه هي موان زان سير اكس كاري نيجاتيف. شنو معنى ديال هذا؟ معنى ديالها انها كونكاف، متفقين؟ دونك الان اي اون فونكسيون كونكاف باغ سويت لا كورب ريبريزونتاتيف غاما ديال الالان اي او دوسو ديال طونجونت، متفقين؟ دونك كنعرفوا حنا الكغاف ديال فونكسيون كونكاف كيفاش كيكون، هضرنا عليه في الحصص الماضيه. اذا بوغ تو اكس بوزيتيف ln ديال اكس دائما كيكون صغر من اكس موان زان، هذه واحد لينيغاليتي اللي خصك تعقل ليها، اللي كتنفعنا بزاف ديال الحوايج في هذا في ديزينيغاليتي باش نحسبوا الليميت مثلا. بعض المرات شي ليميت كنكون باغي نحسبوها ما كنلقاوش كيفاش نديروا ليها،
كنديروا هاد لينيغاليتي مثلا كنحتاجوها في ديفلوبمون ليميتي من في شابيتر سويفو اللي غادي ندخلوا ليه كنحتاجوا بزاف ديال الامور. عقل لا مزيان الان ديال اكس دائما صغر من اكس موان زد. علاش؟ لان هذه قلنا باللي راه دائما دائما الان دو اكس اي او دو سو ديال لا طونجونت. تفقين دائما او دو سو ديال الطونجونت في البوان 1 0 في البوان 1 0 الطونجونت هو اكس موان زد. اذا سواء اف اون فونكسيون ديريفابل اون ان بوان اكس 0 إذا كانت f دو x 0 ديفيرونت 0 الوغ لا فونكسيون ln ديال فالور ابسولي ديال f لان علاش كنديروا فالور ابسولي لان داكشي داخل ln خصو يكون بوزيتيف. اذا ln ديال f ديريفابل والديريفي ديالها هي f بريم دو x 0 سور f دو x 0. متفقين؟ هذه إذا كانت عندك ln ديال فونكسيون ماشي ln ديال x الديريفي ديالها هي f بريم على f. سيت بروبريتي ابلي ديريفي لوغاريتميك ديال f اون x 0 داكور. ولكن الشرط هو انه تكون f دو x 0 ديفيرونت 0 عاد لان كاينين ثاني بعض الطلبه اللي غير كيوصل عندك عنده ln ديال فونكسيون ماشي غير x بوحدها ln ديال فونكسيون وكيبقى يحسب لي ديريفي ديال x بلا ما يتاكد ان هذيك الفونكسيون اللي داخل ديفيرونت 0. تفقين تاكد من انها بعدا ديفيرونت 0 هي الاولى باش تكون هذيك لا فونكسيون بعدا بيان ديفيني و ديريفابل اكسيتيرا. دابا غنشوفو الفونكسيون اكسبونونسيال. دابا الان راه قلنا بيجيكتيف متفقين فونكسيون الان بيجيكتيف من 0 بلس انفيني فيغ ار. اذا عندها فونكسيون ريسيبروك. هاد الفونكسيون ريسيبروك غادي نسميوها اكسبونونسيال وغادي تكون ديفيني من ار فير 0 بلس انفيني. هنا رد البال هنا اكس ديال الاكسبونونسيال خصو يكون دون ار يعني ما فيهش شي شرط خصو يكون دون ار كامله ما كاين حتى شي مشكل في الاكس ديال الاكسبونونسيال. ولكن الاكسبونونسيال ديال اكس غادي يكون في 0 بلس انفيني. اذا الاكسبونونسيال ديال اكس هو اللي ستريكتومون بوزيتيف. دابا رد البال مع هذا الشيء الاكسبونونسيال دو اكس دائما ستريكتومون بوزيتيف ولكن الاكس اللي داخل الاكسبونونسيال يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف كيف ما كان. سيت فونكسيون ابولي فونكسيون اكسبونونسيال دو باز او لان دابا غنبداو ندخلوا لا باز. هنا لا باز هي او هي هذيك اللي الان ديالها كتساوي واحد. او هي البوان اللي كتفيريفي الان دو او كتساوي واحد او بلو سامبلومون فونكسيون اكسبونونسيال كنكتبوها بحال هكا اكسبونونسيال دو اكس. من بعد غنبداو نكتبوا لا باز. اذا الا كان اي يساوي اكسبونونسيال دو اكس سي x كتساوي ln دو y. رمارك الا كان r بارتينا كي الوغ r كتساوي r ln دو e اي دونك كتساوي ln ديال e بوسونس r. عقلنا مزيان خص واخا كاين ثاني x بوسونس y كاين x بوسونس y ثاني الا كانت x بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف. x بوسونس y هي اكسبونونسيال ديال y ln دو x اكسبونونسيال دو y ln دو x. هنا عقل على هادشي هذا مزيان. اي دونك ليكسبونونسيال ديال y راه واحد النوطاسيون بدا منين جات النوطاسيون ديال لان اكثريه في الباك شنو كيديروا كيبداو ديريكت بهاد او بوسونس ار. شنو هي او بوسونس ار؟ هادي راه او عدد ولي كنا كنحسبوه ولقينا 2.71 تقريبا. كيفاش او بوسونس ار عدد بوسونس ار؟ واش هادي هي ليكسبونونسيال اللي كنا كنهضروا عليها دابا؟ كيفاش غنديروا لهادشي هذا؟ لان ار قلنا كيساوي ln ديال او بوسونس ار. يعني لك اذا دخلنا ليكسبونونسيال ديال ار غادي يبقى كيساوي لنا او بوسونس ار. اي دونك ليكسبونونسيال ديال ار هي او بوسونس ار. اذا غنبقاو نكتبوها او بوسونس ار. رد معايا البال راه بحال عندنا واحد اف دو اكس هي اكسبونونسيال دو اكس. اف دو اكس كتساوي لنا مثلا جوج بوسونس ار. اكسبونونسيال دو اكس كتساوي دو بوسونس اكس. وحنا من بعد ما غنبقاوش نكتبوا اف دو اكس غنبقاو نكتبوا غير دو بوسونس اكس. راه هادشي اللي وقع لينا هاد او بوسونس ار راه هي فونكسيون دو ار وفي نفس الوقت هي بوسونس. اتفقنا؟ ولاحظوا هنا انه دابا راه ولينا غادي نخدموا باكس ماشي غير ار ولينا غنخدموا باكس. متفقين؟ يعني غنوليو نديرو بوسونس ديال غاسلين دو 2 مثلا. عمركم حسبتوا دو بوسونس غاسلين دو 3؟ عمركم حسبتوا هاد القضيه 2 بوسونس غاسين دو 3 شحال كتساوي؟ كيفاش غنديروا لها 2 اس غاسين دو 3؟ هذه الا بغينا نحسبوها راه هي غندخلوا ليكسبونونسيال
دو بوسونس غاسيون دو 3 هي اكسبونسييل ديال غاسيون دو 3 فوا ال ان دو 2. اذا غتحسب ال ان ديال 2 غتضربها في غاسيون دو 3 وغتحسب ليها الاكسبونسييل ديالها. عاد تقدر تحسب هاد البوسونس هذا. سولا سينيفي كو لا فونكسيون اكسبونسييل دو باز او ايتي ايت ان برولونجمون ا ار توت اونتي دو لا فونكسيون اي بوسونس اكس. داكور اون ايكري اكسبونسييل ديال اكس داكور. دونك هادشي هذا عنده علاقه مع الدونسيتي. عقلتوا على الدونسيتي ديال كي دون ار, بما ان هاد الار هذا ابارتينا ار كي فيريفي لك هاد ليكواسيون هادي اكسبونسييل دو ار كتساوي او بوسونس ار. اي دونك حتى كالكو سوا اكس دون ار كالكو سوا اكس دون ار حتى ليكسبونسييل ديال اكس كتساوي او بوسونس اكس. منين غادي تجي؟ لان قلنا خود اكس بوسونس خود اكس دون ار خود اكس ان ريال. شنو قلنا على الدونسيتي؟ بما ان اكس دون ار دونك راه ليميت ديال شي سويت, وهاد لا سويت كاينه في كي, متفقين؟ يعني هاد الاكس هذا كيساوي لا ليميت ديال واحد الار ان ار ان بوتيت ار ان, يعني بحال هادي ار ان واحد السويت كاينه في كي واحد السويت غاسيونال. اذا هاد لا سويت هادي بما انها غاسيونال اذا راه كتفيريفي لك هاد ليكسبونونسييل ديال ار ان كتساوي او بوسونس ار ان. ندخل عليهم لا ليميت ديال ليكسبونونسييل ديال ار ان كتساوي لا ليميت ديال او بوسونس ار ان. بما ان ليكسبونونسييل فونكسيون كونتيني غتدخل لا ليميت لداخل غتولي عندك هي اكس, و او بوسونس ار ان غتكون عندك هي او بوسونس اكس. يعني كاين واحد الباساج من هاد من اي حاجه كتفيريفي فيها كي كنقدروا نبرولونجيوها تولي في ار كلها, لان عندنا لا دونسيتي دو كي دون ار. هذيك لا دونسيتي دو كي دون ار اللي شفنا في الشابتر 1 هذيك راه مهمه جدا وعقل عليها لان غتبقى تخدم بها من بعد. بروبريتي لا فونكسيون اكسبونونسييل اي كونتيني. علاش كونتيني؟ لان كاين واحد ثاني واحد القواعد كاينين في الكور كيقول لك باللي الفونكسيون مع الفونكسيون ريسيبروك ديالها كيكونوا الا كانت اف كونتيني حتى الاف موان زان كونتيني, الا كانت اف كروسونت حتى الاف موان زان كروسونت. اذا بما ان الان كونتيني دونك ليكسبونونسيال حتى هي كونتيني. بما ان الفونكسيون اف الان بما انها كروسونت دونك حتى ليكسبونونسيال حتى هي ستريكتومون كروسونت. داكور, والديريفي ديالها هي نفسها. علاش الديريفي ديالها هي نفسها؟ بروف دابا الديريفي ديالها علاش هي نفسها؟ عندنا واحد الفورمول ديال الديريفي ديال فونكسيون ريسيبروك. دابا هادي اكسبونونسيال دو اكس هي اف موان زان بريم. شنو هي اف موان زان بريم؟ هي واحد على اف بريم ديال اف موان زان. هي هادي واحد على اف بريم ديال اف موان زان. اف بريم شنو هي؟ ال ان بريم هي واحد على اكسبونونسيال دو اكس. دونك واحد على واحد على اكسبونونسيال دو اكس هي اكسبونونسيال دو اكس. تفهمين؟ هادي راه واضحه. طبق غير هذيك الفورمول ديال ديريفي ديال الفونكسيون ريسيبروك راه درناها في الكور. واحد على اف بريم ديال اف موان زان اف بريم غون اف موان زان ديال اكس. بروبريتي واحده اخرى ديال الاكسبونونسيال, اكسبونونسيال دو ا بلس بي هي اكسبونونسيال دو ا فوا اكسبونونسيال دو بي. اكسبونونسيال ديال ا موان بي هي اكسبونونسيال دو ا سور اكسبونونسيال دو بي. اكسبونونسيال ديال ار فوا ا هي اكسبونونسيال ديال ار بوسونس ا اكسبونونسيال دو ا بوسونس ار. لاحظوا انه دابا ولينا كنرجعوا لدوك القواعد ديال البوسونس اللي كاينين في من السابعه ديال الاعدادي. هذاك في السابعه راه كاين دابا راه كاين واحد التطور. هذاك الشيء ديال السابعه وداك الشيء كاين لا باز, ديك لا باز اللي كتكون لتحت كتكون غير اونتي كونتي بوزيتيف نيجاتيف. داكور بوزيتيف ولا نيجاتيف يعني اونتي غولاتيف. ولكن البوسونس ديالها كنبقاو غاديين وكنطوروا فيه. مره كيكون بوزيتيف من بعد كنديروه نيجاتيف, متفقين؟ حتى وصلنا لاباز التحتاني ولا عندنا غاسيونيل في واحد الوقت في الثامنه ولا في التاسعه. من بعد ولينا كنديروا ايغاسيونيل ولينا كنديروا غاسيون دو 2 بوسونس 4 غاسيون دو 2 غاسيون دو 7 بوسونس موان 2. اذا بقينا غاديين كنطوروا حتى وصلنا دابا لهاد التطور الاخير. شنو هو التطور الاخير؟ هو يكون عندك لا باز كيما بغى يكون دون ار وحتى الاكس لي بوسونس ديالو حتى هو دون ار. اذا ولي بروبريتي اللي كنعرفوا ديال لي بوسونس كيبقاو صحاح هما هادو. يعني
اه بويسونس ا بلس بي هي اه بويسونس ا فوا اه بويسونس بي، يعني عندهم نفس لا باز اه اه عندهم نفس لا باز، كيبقى عندنا ثاني نفس لا باز وكنجمعوا لي لي زيكسبوزون بالنسبه للقسمه حتى هي نفسها. هذه اللي كتسمى بويسونس دين بويسونس حتى هي كتبقى صحيحه. نو زافون اوسي لي ليميت سويفونت، هادو هما لي ليميت خمسه ديال ليكسبونسييل. عقل عليهم عقل عليهم داكوغ عقل عليهم لانهم غتخدم بهم ضروري غتخدم بهذا الشيء هذا. فاهمين هذا الشيء اللي عندك هنايا لي كوب ريبريزونطاتيف. دابا غادي نشوفوا الغراف ديال كل وحده. ليكسبونسييل كتكون على هذا الشكل هذا، والالان كتكون على هذا الشكل هذا، وكيكونوا سيميتريك بارابور ا لاكس ايغريك ايغال اكس. تفقين هنا كدوز من اه. علاش كدوز من اه؟ لان ليماج ديال واحد كتساوي زيرو، الان ديال واحد تساوي زيرو، وهنا كدوز من واحد. علاش؟ لان اكسبونونسيال زيرو هي او بوسون زيرو هي واحد. داكوغ. دابا نشوفوا لي ليميت. هنا هاد الفونكسيون الان غادي طالعه. دابا راه كتبان لك حنا كر ما غاتبقاش غير كونستانت، راه غادي طالعه. داكوغ غير طالعه فوق. دونك لا ليميت لوغسكو اكس تونفير بلوس لانفيني، ليماج ديال اكس غادي يولي غادي تاوي بلوس لانفيني. الا كانت اكس هنا ليماج ديالها هنا في هاد البلاصه هنا، الا مشات اكس هنا ليماج ديالها غادي تكون حتى هي هنا طلعات، وغتبقى غير كطلع غتبقى غير بلوس لانفيني. دونك لا ليميت ديال ان دو اكس اكس تونفير بلوس لانفيني كتعطيك بلوس لانفيني في زيرو بلوس. الا كانت اكس قريبه من زيرو بلوس الان ديالها غادي يكون تحت، متفقين؟ الان ديالها غادي يكون لتحت، ولتحت غادي يكون طونفير مو لانفيني. هذه الليميت الثانيه. الليميت الاخرى ثاني دابا هاد الان هادي غادي كتشوف فاش كتشوف فلاكس ديال او اكس. الا كانت كتشوف فلاكس او اكس دونك الليميت ديال الان دو اكس سير اكس كتعطيك زيرو. هادي بالنسبه للناس اللي حافظين لي برونش انفيني، ضروري خصك تحفظ لي برونش انفيني. امتى كتكون عندك فونكسيون ادمي واحد البرونش انفيني دو ديريكسيون او اكس دو ديريكسيون لاكس ديز اكس؟ هادي الا كانت عندك الا كانت عندك الفونكسيون ال اف دو اكس سور اكس تونفير زيرو لوغسكو اكس تونفير بلس انفيني. متفقين؟ اي دونك هاد الشيء هذا كله كما قلنا انه ممكن تعقل عليه من الغراف. فاهمين؟ بالنسبه للفونكسيون اكسبونونسييل حتى هي من الغراف ممكن انك تعقل ليها. دابا كتشوف الفونكسيون اكسبونونسييل كتشوف فوق كتشوف في فلاكس دي زي غريغ، اي دونك لا ليميت ديال اكسبونونسييل دو اكس سور اكس لوسكو اكس تونفير بلس لانفيني كتعطيك بلس لانفيني. متفقين؟ كاينين شي حوايج دي ليميت اللي ما تقدرش تشوفهم من الغراف، دي ليميت بحال اكس ال ان دو اكس ولا اكس اكسبونونسييل دو اكس ما تقدرش تشوفهم من الغراف. تما خصك دير داك شونجمون دو فاريابل باش ترجعهم اكسبونونسييل ديال اكس على اكس ولا ترجعهم ال ان دو اكس ديال اكس. اذا هادشي اللي عندك هنا فونكسيون. دابا لوغاريتم دو باز ا، شنو معنى ديال باز؟ لا باز هي واحد الكونستانت غادي تزادنا صافي. لوغاريتم دو باز ا هي ال ان دو اكس سور ال ان دو ا، يعني هي ال ان دو اكس نيت اللي كانت عندنا ولكن ال ان دو ا غادي تزادنا غتولي عندنا واحد الكونستانت صافي فقط. هادشي اللي غيوقع. ولكن هاد الاهالي خصها تكون ديفرون دو ان. علاش؟ لان ال ان دو ا الا كانت ا ايغال ان ال ان دو ا غتساوي لك زيرو، دونك ما يمكنش تساوي زيرو في المقام، خص ا تكون ديفرون زيرو. دونك دائما لا باز خصها تكون تكون ديفرون دو ان. غومارك الا كان ا ايغال او ال ان ديال او غادي تساوي واحد، دونك لوغ دو باز ا غادي يكون هو ال ان دو اكس هو نفسه العادي. متفقين؟ ولكن الا كان ديفيرون دو او غادي تكون بحال هكا تكون لوغ دو باز ا. الا كان ا ايغال 10 هاد اللوغاريتم هادي دو باز 10 كتسمى لوغاريتم ديسيمال، وعندها بليزيوغ بروبريتي وعندها بليزيوغ يوتيليتي كنخدموا بها خدموها في حوايج اخرى في دي دومين وحدين اخرين. هذه مهمة جدا داكو، هذه مهمة جدا. علاش خداو هضروا عليها بوحدها ا ايغال 10؟ لان عقل عليها مزيان، عقل عليها مزيان. هادي غادي تحتاجها في شي حوايج اخرى الى كملتي في الماط. لي بروبريتي دو لا فونكسيون لوغ دو باز ا سوديد ويز دو سيل دو ال ان، يعني نفس داكشي اللي كنا كنقولوا بالنسبه للال ان غيبقى صحيح بالنسبه ل هذا اللوغ دو باز ا. غير رد البال مع ديك ال ان دو ا، هاد ال ان دو ا اللي تزادت واش بوزيتيف ولا نيجاتيف فقط، يعني واش ا كاينه في الانترفال 0 1 ولا كاينه في الانترفال 1 بلس لانفيني. صافي هادشي اللي غدير هنا. هاد لي بروبريتي هادو تاني غادي يبقاو نفسهم.
اذا نرد البال غير مع 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 الأ كما قلنا آه إذا كانت بوزيتيف دونك غادي يبقى نفس نفس الحوايج اللي كنا كنعرفوا على الـ على الـ الالان ولكن الا كان ما بين 0 و 1 غير تقلب متفقين غير تقلب نفس الشيء بالنسبه للاكسبونونسييل الاكسبونونسييل دو باز ا آه. شنو هي هي اكسبونونسييل ديال اكس الان دو ا آه. احنا كنا كنديروا او بوسونس اكس بوحدها دابا غنضربوها فوا الان دو ا آه. وهذا هذا خصنا ثاني نشوفوه خصو ضروري يكون بوزيتيف وخص ضروري يكون ديفيرون دو 1 متفقين هنا الاكسبونونسييل ديال اكس دو باز ا هو اكسبونونسييل ديال اكس ال ان دو ا هو اكسبونونسييل ديال ال ان ديال ا بوسونس اكس هو ا بوسونس اكس دابا ولينا قادرين نحسبوا ا بوسونس اكس كالكو سوا اكس اون بوز الوغ اكسبونونسييل ديال اكس دو باز ا غنبقاو نكتبوها هي ا بوسونس اكس داكو غادي نخلي لكم دابا هاد لي بروبريتي شوفوهم واضحين ماشي ما فيهمش شي حاجه اللي صعيبه حتى هادو علاش كنزرب دابا لانه ماشي شي حاجه اللي ماشي شي حاجه اللي كتستحق اننا يعني نبقاو نشرحو بشويه بشويه صافي واضح هادشي هذا اذا لي غراف ديال ليكسبونسييل دو باز ا هادشي اللي عندك هنايا داكو هادشي اللي كاين هنا لي ليميت ثاني ليميت رد البال مع لي ليميت عندك ليميت ديال لوغاريتم دو باز ا كتعتمد على ديك ا متفقين كتعتمد على ال ا الا كان ا كبر من واحد ولا كان ا ما بين 0 و 1 هادو هما جوج حالات اللي خصك تبقى رد معاهم البال ديمونستراسيون ديالها اذا هادشي هذا ما غاديش نديرو وغادي نخليو هاد لي فونكسيون ايبيربوليك في الحصه القادمه ان شاء الله الحصه القادمه غادي نزيدكم دي فونكسيون وحدين اخرين اللي خصكم تعرفوا لي بروبريتي ديالهم تريزيميهم هادشي اللي كنديروا من الاحسن انك تعاود الحصه وتريزيمي ريزيمي داكشي اللي كنقولوا وهاد لي بروبريتي اللي كاتبين هنا في لوكو ريزيميهم كل فونكسيون تعرفها لي بروبريتي ديالها اللي عندك في الحصه الجايه غادي نشوفوا الكوسينوس هيبربوليك والسينوس هيبربوليك طانجونت هيبربوليك وغندخلوا حتى الكوسينوس والسينوس ولارك طانجونت لارك كوسينوس لارك سينوس وكاين ثاني ارغ كوسينوس ارغ طانجونت غنشوفوا هادشي كامل في الحصه الجايه ان شاء الله.